صباح النور. اختتمت المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة تظاهرة سينما الهواء الطلق في محافظة حمص، والتي أقيمت في الحديقة المقابلة لصالة سينما الكندي، حتى يتمكن الجمهور على مدى 3 أيام مشاهدة أفلام من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، والتي بدت تجربة ممتعة بالنسبة لجمهور حمص. ظاهرة السينما بالهواء الطلق كثير فكرة رائدة وكثير جميلة، وخاصة هلق جنب سينما حمص بعد هالقعدة بالبيت وبعد هالشوية يعني الجو بيخلق حالة اجتماعية كثير إيجابية وبيخلي العالم شوي قريبة لبعضها بعد هالشوية البعد. يعني بحمص اللي صالتها بعدها ضبط الصيانة والترميم، ما في حركة سينمائية حقيقية، فهي بتجي كشكل من أشكال التعويض الجزئي بين مصير الصالات. طبعا تظاهرة حلوة، خصوصا يعني هاي انه هلا سينما الهواء الطلق لعموم الشعب، وطبعا هاي بتساهم في نشر الثقافي. انا والله ما كنت بطول، بس شدني الفيلم، يعني كنت جاي على اساس 5 دقائق وراجع على البيت. لا فيلم حلو، كثير حلو، كثير عملت هيك فرح للعالم. هذا الفيلم منيح وبشجع الشعب انه يصير يتفرج على افلام ويبسط الشعب بعد جائحة كورونا اللي صارت. والله كثير حلوه التظاهره، وان شاء الله بتستمر هيك فعاليات على طول. كاميرا الاخباريه تواجدت اثناء عرض فيلم العاشق من تاليف واخراج عبد اللطيف عبد الحميد، الذي يتناول قصه حياه مخرج سينمائي يصور فيلمه الاول عن ذاكرته في قريته الساحليه المهمشه وطفولته ونشاته وقصه حبه الاول وما رافقها من خيبات. وحظي هذا العرض بحضور لافت من كل الأعمار واستحسان من الجمهور الذي تمنى تكرار هذه التظاهرة المميزة. من حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.